اليوم حلقتنا غتكون على الشتا. شهر 12 هذا يعني دخلنا في فصل الشتاء ومازال ما شفنا هاد الساعة غير البرد. الشتا مازال ما هداها الله الطيح والسدود قربت تخوى. عندك يقلى الماء في الروبيني، يا ربي تعطينا شي استيوا. وتش عندك في الشتا؟ عندك شي فدادن، عندك شي بحير، عندك شي فقوش غيلواش، قزور غيكرم، كاين شي قوق، كاين شي توت. قالوها ناس زمان مرضي الوالدين كيطلب الشتا والمسخوط كتصب عليه والحوايج والفريش كلشي تسرسل وخاصنا من اللبس. هاد شويه تشنشين فيكم هاد الحاله. هو راه كانت تشنشين والسقام ديال البيت كيجمعوا كيردوا جغامي ويسيبوا علينا. هي الشتا مزيانه لينا كاملين باش الخضره ترخص والدنيا تغسل ويتغسل معاها حتى بنادم. انا اللي ما بغاش يتفهم ليا علاش كطلبوا الشتا وفي التالي نتوما الاولين اللي كتفضحوا. كتعري لكم على البنيه التحتيه وحتى على دوك المسؤولين وعدهم الانتخابيه. صادقة صادقة غي قولوا لي علاش نطلبوا الشتا وما عندنا حتى قوادسها ولا خصنا تاني على القادوس يجي يفكنا. حنا بغينا نشوفوا علان ولكن ماشي القادوس، بغينا نشوفوا علال وعزيز وفريد وحميد، هذوك اللي ترشحوا وعطيناهم اصواتنا ووعدونا باش تحسن اوضاع البلاد. وتحسنات. يا ربي تعطينا شي شتا على قد نفع وتعطي دوك الكذابين شي حمله تديهم علينا. تمجدنا بقات تضرب. ما تنساوش تعلموا وليداتكم السباحه حيت ضروري غيحتاجوها شي نهار، ولكن ماشي في البحر وماشي في لابيسين. من ناحية أخرى تأخر الشتاء رحمة بدوك الناس المنسيين في الجبال اللي كتقطع عليهم الطريق وكتحصرهم الشتاء من كل جهة، وكتبقى فيها لا مدرسة لا سبيطار لا سوق، وهادو هما اللي ما كيستفدوش من الشتاء وما عمرنا حسينا بهم ولا حتى بداكشي اللي كيدوز عليهم. ما عندناش السبيطار، النساء الحوام كيموتوا الا كنتو غاديين بهم للمستشفيات. الانسان اللي كيموتوا كيمرض بنادم هنا تيمرض ويمشي وندفنوه هنايا، اربعه د العيالات بايولدوا ومساكن هزيناهم في الميسان تا نسرق ماتو ردينهم دفناهم في الدوار. والو لا غالب الله انتم كتشوفوا. بقات في خنشه ديال الطحين ولا بيدو ديال الزيت، غير واش كتضحكوا على الناس ولا كتضحكوا على راسكم؟ باش غينفعوه الا بغى يقرا؟ باش غينفعوه الا بغى يتداوى؟ باش ينفعوه الا بغى يعيش؟ صايبوا ليهم الطريق ولا على الاقل وفروا ليهم غير الضروريات. عرفتي اصعب حاجه تقدر تطرك في هذا البرد هي تضرب صبع رجليك مع رجل ديال الطبله، في ثانيه كتولي راقص بالي بلا ما تحس. شي ناس اخرين كاع ما عايشين معانا، ودي اللي بغى يتهرس يتهرس، اللي بغى يغرق يغرق، وهما عايشين الرومانسيه ديالهم في سطاتيات الفيسبوك. اش منيتكم مرضي الوالدين كيت اه صادقه صادقه غمزت شوفي ولا خصي يجي على القادوس عسل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.